قبل اندلاع الأحداث في الوطن العربي عموماً، كان يلاحظ على بعض محطات الأخبار العربية تمهيد لتشكيل طريقة جديدة للتفكير حيال القضايا التي تهم العرب، فبات يظهر كأمر طبيعي بديهي متحدث باسم الكيان الصهيوني، ويسوق لشخص كابن لادن على أنه الشخص الذي ترك الأموال والقصور في سبيل الجهاد. ومع المضي في العام الرابع للأحداث التي عصفت وتعصف بالوطن العربي، بات المتابع المهتم يرى أن القضية الفلسطينية صارت فعلا هامشية وليس فيها حدث جلل يرقى لمرتبة عنوان رئيس في نشرة إخبارية. لم يشتمل المعرض الذي نظم في المركز الثقافي الفرنسي في غزة على الصور فحسب، بل شمل أيضا مقاطع سمعية وبصرية من الذاكرة. طقوس خاصة ترافق عادة تدخين الأرجيلة في الأراضي الفلسطينية، منها التجمع ولعب الورق أو التسامر، حتى بات المشهد مألوفا بين الجنسين إلى درجة أن بعض المقاهي خصصت لتقديم الأرجيلة للسيد. في بداية حزيران 2014 قام ما يعرف بداعش بمهاجمة المحافظات الغربية من العراق بدعم من ذات الدول التي تدعم ذات التنظيم في سوريا. وبعد أيام قليلة من الخبر السابق وما يحمل من خطورة، بدأ يبرز للإعلام خبر عن خطف حماس 3 شبان صهاينة في الضفة الغربية، وعن تفجر أزمة نتيجة الموضوع أخذت اهتمام الإعلام. لا يزال الغموض يكتنف مصير 3 مستوطنين، هم طلاب في معهد ديني فقد أثرهم منذ مساء الخميس قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ولا يعرف بعد ما إذا كانوا اختفوا أو اختطفوا. التدقيق في مضمون الخبر يظهر أن ثمة تحيرا أصلا بين أن يكون المستوطنون قد اختفوا اختفاء أم خطفوا اختطافا، فما داعي أن تطوف أزمة تأخذ اهتمام الإعلام تأخذ من حيز وحق حدث آخر قد لا تدرك خطورته إلا إن تم التذكير بتقارير إعلامية عمرها 2 عام تقريبا، تظهر أن المحافظات العراقية التي تحتلها داعش اليوم هي ذاتها التي كانت في أواخر عهد الاحتلال الأمريكي للبلد، هي ذاتها كانت مكان مخطط إسرائيلي لتحقيق المشروع الذي يعرف بمشروع إسرائيل الكبرى. كشف تقرير نشره الصحفي وين ماديسون على موقعه الذي يحمل الاسم نفسه عن مخطط لنقل اليهود الأكراد من إسرائيل إلى مدينة الموصل ومحافظة نينوى في شمال العراق تحت ستار زيارة البعثات الدينية والمزارات اليهودية القديمة. ولفت التقرير إلى أن اليهود الأكراد قد بدأوا منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 في شراء الأراضي في المنطقة التي يعتبرونها ملكية يهودية تاريخية. طوال 4 أعوام لم يكن ثمة ملف في فلسطين يستحق التركيز عليه على أنه قضية حضارة ومعاناة شعب، إلا هوامش في الحياة لا تغطى إلا في بلاد لا حرب فيها ولا أزمة ولا احتلال، لتكون بذلك ملفات الأزمات الحارة في الإعلام الإخباري ما هي إلا أسلحة تبرز في أوقات دون أخرى ولو كانت مفتعلة.